عسلامة، مرحبا بكم نسكل في فيديو جديد. اول حاجة حاب نشكر برشا بوتيك دراجونيكس انفورماتيك على دوز اكسسوار اللي وصلوني اليوم واللي يتمثلوا في الاكسسوار الاولى اللي هي كاس جيمر ريد دراجون باندورا، الاكسسوار الثاني اللي هي الهيدسيت ستاند MSI HS01. يعطيهم الصحة برشا ان شاء الله الفيديو هذا باش نعمل الانبوكسينج وريفيو على الكاس ريد دراجون باندورا. يلا مع بعضنا، ما نطولش عليكم اكثر، نعملوا لها الانبوكسينج وشوفوها مع بعض. الو، كيما نشوفوا قدامنا الامبالاج نتاع الكاسك نتاعنا، هذه الكاسك ديزاين طايره على الاخر، من فوق على اليسار لوجو ريد دراجون واللوتا باندورا جيمنج هيدسيت. نقلبوا الامبالاج نلقاو الار جي بي باك لايت فوليوم ميكروفون كنترول ديتاتشبل ميكروفون. ندوروا الامبالاج نتاعنا نلقاو فيتشرز والبرودكت سبيسيفيكيشنز. الو، تو باش نعملوا لها الانبوكسينج مع بعضنا. فوالا، اول حاجه تعرضنا اللي هي اليوزر مانيول تاع الكاسك نتاعنا. نلقاو ستيكر ريد دراجون نزينو بيه. دونك هذا اليو اس بي نتاعنا والكنترول عجبتني، ديزاين تاعها طياره، اليو اس بي 200 طياره على الاخر. هذه الكاسك نتاعنا اكثر حاجه عجبني فيها الديزاين، ديزاين صراحة طيارة على الاخر. واخر حاجة اللي هي الميكروفون الصغرون، هذا ميكروفون سوبل على الاخر، 360 درجة فليكسيبل ديتا شابل. الكاسك المزيانة متاعنا باش نحكيو عليها شوية، سوبل ما نصحوش عليها برشا خاطر بلاستيك عادة التقسام. نشوفوا السماعات نتاعها كبار، يعني مرتاحين على الاخر في الودنين، ما قلقوش، فليكسيبل 360 درجة مرتاحة على الاخر. شوفوا لهنا اللوجو ريد دراجون من بعد يولي يشعل بالار جي بي. نكبروا ونصغروا في التاي حسب الاستعمال. لهنا ريد دراجون محفرة من فوق على الجلد طيارة على الاخر. لهنا اسفنج فوق الراس باش ما توجعش، مزيان على الاخر بصراحه. هذا الميكروفون صغرون نتاعنا يفكرني بالميكروفون نتاع كاسك ريد دراجون هاش 510 فليكسيبل 360 درجه ديتا شابل. في فازه لازم ننبهكم عليها، اللي يدخل في فازه هكا كل كيف نفسرها لكم، فما بلاصه واحده يدخل منها الميكرو في وسط الكاسك، ما يدخلش منين يجي، فما كل الكركوبه في وسط الميكرو وفيها بلاصه في الكاسك، يعني كل قمارة هكا باش يدخل منها الميكرو ديريكسيون واحدة، يعني خاطر برشا اللي دخلوا الميكرو بالغلط الكاسك فزدت والا الميكرو ما عادش يمشي يتقوى عليه. هذه الكوموند نتاعنا اكثر حاجة عجبتني ديجا في الكاسك، طيارة على الاخر. لهنا الفوليوم اب داون كيما نشوفوا قدامنا، الميكرو نسكروه ونحلوه كل حاجتنا بيه. هذيك البوطون نتاع الار جي بي فيها دو مود نتاع ار جي بي، تنشوفوها مع بعضنا كي ركبوها على البي سي. لهنا اليو اس بي نتاعنا كيما قلت لكم كل نوع الخيط، يعني ما يتقطعش صحيح على الاخر. واكثر حاجه عجبتني في اليو اس بي السكراتش، يعني ما يبقاش الخيط محلول، دونك سكروه باش ما ياكلش برشا اسباس. الوغ، بعد ما ركبنا الكاسك نتاعنا في البي سي باش نشوفوا لي مود ار جي بي نتاع الكاسك نتاعنا، نكليكيو على البوطون هذيا يسكر الار جي بي والا يتحل ار جي بي فيكس والا ار جي بي يتحركوا، يعني الالوان الكل فيها دو مود ار جي بي. الكاسك نتاعنا تجينا بدرايفرات 50 مليمتر بفريكوينس ريسبونس 20 هرتز حتى يكشي ل 20 كيلو هرتز، والبيدنس 24 اوم. المايك اومني دايركشنال حساسية من الا 42 ديسيبل حتى يكشي الا 4 ديسيبل. الكاسك تدعم الفيرتشوال 7.1 سراوند ساوند بالسوفت وير. تجربة السماعة تعطيك أداء جيد جدا بالنسبة للسعر متاعها، صوت السماعة عالي وواضح، البيز واضح، كان تتفرج على فيلم ولا تسمع موسيقى تعطيك تجربة عالمية. أما في الجيمينج ما حسيتش بحتى مشكلة في تحديد أماكن الأعداء في اللعبة، سواء كنت مخدم 7.1 من 10 وإلا مسكره. وما تقلقش كان تلعب سوية على البي سي متاعك وما توجعش الوذني. تجربة الميكرو متاعها
تو باش نسمعكم الصوت نتاعو. دونك هذا الصوت نتاع الميكرو كاسك نتاعنا. الكاسك هذه تلقاوها ديسبونيبل عند بوتيك دراغونيكس انفورماتيك، تلقى اليام تاع الكاسك في ديسكريبسيون تحت الفيديو. السوم نتاعها 89 دينار، تعطيكم احسن اداء مقابل القيمه السعريه نتاعها. What is this?